اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين، الهواء الكوس راح يستمر ويانا لعده ايام ونسب الرطوبه متفاوته من منطقه الى اخرى تصل الى 70 و 80 و 90 ولكن الاحساس يكون متفاوت نتيجه تراجع درجات الحراره، الاجواء تميل للبروده خاصه في الفترات المتاخره من الليل والفجر، اجواء المساء تكون دائما معتدله، الحراره لا تزال موجوده معنا خلال فتره النهار اليوم سجلت ال40 درجه مئويه في بعض المناطق، ايضا يوم الغد من المتوقع انها تصل ال40 درجه مئويه او ما بين ال37 الى ال40 درجه مئويه لكن بعد بعد ذلك راح تتراجع درجات الحراره تدريجيا وان كان هذا الامر بطيء نسبيا خلال الايام الخمسه القادمه، حاليا سمه صافيه والهواء كوس خفيف الى معتدل السرعه، سرعه الرياح حاليا 8 كيلومتر في الساعه ودرجه الحراره حاليا 27 درجه مئويه، اجواء معتدله نسبيا نسبه الرطوبه في المناطق السكنيه تصل 40% وفي بعض المناطق الساحليه تصل الى ال 50 و 60%، اما داخل البحر في الجزر تصل الى 80%، في فرص لتشكل ضباب خفيف على بعض المناطق في ساعات الصباح الاولى من اليوم او مع نهايه اليوم على بعض المناطق الرؤيه الافقيه حتى الان ممتازه اكثر من 12 كيلومتر لنهايه اليوم او للساعه 12 الهواء الكوست مستمر ويانا خفيف الى معتدل السرعه كحد اقصى في سرعته 26 كيلو متر في الساعه للساعه 12 درجات الحراره معتدله نسبيا تتراوح ما بين ال 24 الى ال 28 درجه مئويه في اغلب المناطق 28 في الجهره و24 في الشقايه والسالمي اما المناطق الساحليه فتتراوح درجات الحراره هناك ما بين الـ 26 الى الـ 27 درجه مئويه جزرنا الجنوبيه كبر جارو أم المرادم 31 درجة مئوية جزرنا الشمالية وربة وبوبيان 26 درجة مئوية و28 في فيلشة المناطق السكنية تتراوح ما بين الـ 25 إلى الـ 26 درجة مئوية وهي درجة الحرارة المعتدلة خلال هذه الفترة أو خلال هذه الأيام راح تكون الساعة 12 بإذن الله في المناطق السكنية الجهرة شوي راح تكون أعلى مطار الكويت 25 العبدلي أجواء معتدلة 25 ومثلها في الوفرة الأجواء راح تكون باردة بشكل ملحوظ في الفترات المتأخرة من الليل والفجر وتصل إلى ال 21 وال 22 درجة مئوية منتصف نهار يوم الغد الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه ما بين كوس إلى شوي شمال خفيف إلى معتدل السرعة من 8 إلى 26 كيلو متر في الساعة درجات الحرارة تتراوح ما بين ال 44 درجة مئوية في المناطق السكنية في مدينة الكويت من 34 عفوا الى 35 درجه مئويه وال40 الى 41 درجه مئويه في الجهر و38 في السالم متوقع ان تكون درجه الحراره خلال النهار او العظمى خلال نهار يوم الغد اما جزرنا الجنوبيه كبر وقارو ام المرادم 31 درجه مئويه السواحل الجنوبيه تتراوح ما بين 37 الى 38 درجه مئويه و31 في الاحمدي اما جزرنا الشماليه وربو وبوبيان وحتى ثلاثة 33 درجه مئويه المطلع 40 39 في العبدلي اجواءنا لا تزال حاره خلال فتره النهار حول ال40 درجه مئويه لكن في تراجع تدريجي خلال الايام القادمه وان كان هذا التراجع بطيء، الهواء راح يستمر ويانا خفيف الى معتدل السرعه بوجه عام. متقلب الاتجاه الى كوس احيانا من 8 الى 28 كيلومتر في الساعه في اغلب الاوقات يوم الغد والبحر راح يكون خفيف الى معتدل الموج من 1 الى 3 قدم والفتره هذه فترات الحمل المد الاول الساعه 10 و47 دقيقه صباحا والمد الثاني الساعه 10 و42 دقيقه مساء والجزر الاول الساعه 4 و44 دقيقه صباحا والجزر الثاني الساعه 5 و17 دقيقه مساء المواقيت باذن الله اذان الفجر الساعه 34 دقيقه والشروق الساعه 5 و49 والمغرب الساعه 5 و17 دقيقه أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة درجات الحرارة بوجه عام خلال النهار لا تزال حارة تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام الخمسة القادمة مع عبور للسحب على بعض المناطق في يومي الخميس والجمعة والهواء الكوس راح يستمر ويانا ويقلب إلى شمال غربي بإذن الله مع بداية الأسبوع المقبل في يوم الأحد وتبدأ نسب الرطوبة بالتراجع تدريجيا وأيضا انخفاض بسيط في درجات الحرارة خلال النهار باشر بإذن الله 40 العظمى والصغرى 22 والهواء الكوس خفيف الى معتدل من 8 الى 28 في يوم الخميس ايضا يستمر ويانا الكوس من 8 الى 30 كيلو متر في الساعه 39 العظمى والصغرى 22 مع عبور للسحب راح يستمر حتى يوم الجمعه على بعض المناطق 39 العظمى والصغرى 21 والهواء الكوس مستمر ويانا من 12 الى 38 كيلو متر في الساعه السبت باذن الله هواء كوس مستمر ويانا من 8 الى 32 والعظمى 38 درجه مئويه والصغرى 21 يوم الاحد باذن الله تدريجيا الهواء راح يقلب الى الشمال الغربي ويكون خفيف الى معتدل السرعه بوجه عام من 10 ل 35 كيلو في الساعه وتتراجع نسب الرطوبه وايضا تتراجع شوي الحراره وتكون 37 درجه مئويه والصغرى 21 درجه مئويه. اعزائي المشاهدين اجواءنا لا تزال حاره خلال النهار والهواء الكوس راح يستمر ويانا لعده ايام اجواء معتدله خلال المساء تميل للبروده بشكل ملحوظ في الفترات المتاخره من الليل والفجر حاليا احنا بموسم الوسم لكن علاماته ما بينت المواسم اصبحت لا تطابق الواقع لذلك اتمنى منكم متابعه النشرات الجويه لاخذ معلومات وتفاصيل ادق عن حاله الطقس نشره الجويه تنتهي